أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله عليه وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحابة الكرام أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه: باب قوله تعالى. هذا متكن باب قوله تعالى. قولك إلهي أيوب بهاي إلهي أويري جل جلاله: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة. وأنذرهم كوى الظالمين تأودك نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم يوم الحسرة شلائت هذا مالين تيدي مالين تلا شلائت دونه مالين تأودك وحدع الظالمين إذ قضي الأمر مركي أرنك الله حكومة وحيد ما إذا ما دين وهم في غفلة أيقوا هذا غفلة يسجد oo geeridii iyo qabrigii iyo ilaahay hor istaagiisiiba iska halmaamayo shuuun adduunyo iska dhexgalay. Qaala al-Imaam al-Bukhariyu raximahullahu tacaala: xadasanaa cumar bnu xafs bni qiyaasin huwa albasriyu alxawdi qaala xadasanaa abii waa xafs bnu qiyaasin alqaadi alkuufi qaaligii kuufo qaala xadasanaa alacmash qaala xadasanaa abu saalix waa dakwaanu samaan عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه: يؤتى بالموت موت قال لي ماذا كهيئة كبش ون حالة دي سو كلا إساقو أه أيا للا إمانا سورة دي يا حالة دي ون أو كلا إساقو أه أيا موت كلا كينا ون كاسو أملحا مارين أه ومدو يو يعني عبدان إسكو دران أه أيا لكيني فينادي مناد مدى النادينية مد ملائكة كمدى أي النادينية وحليها يا أهل الجنة أهل الجنة يو فيشر إبون وصوها انقلتاقان مركي أهل الجنة هلو النادية وصو قرتاقان وصوها انقلتاقيا وينظرون مركاسي فيرين أي أنوح اللوغو ييريو ويقول مركاسي منادق وحليها مدك النادينية هل تعرفون هذا كان مقرن إيسان ومتقانان فيقولون أهل الجنة وحليه نعم هذا الموت كان موت كيوي وكلهم دمانتو دنا قد رآه كل كستا موت كيو أركيو عنده سو صار ثم ينادي مناديقا هدنا النادينا يا أهل النار فيشر إبونا وصوهن قلتاقان قورتا يقونا كر أصور ديرينا وينظرون وافيرنا فيقولوا حليه مناديقو هل تعرفون هذا كان متقانان ويقولون نعم هذا الموت وكلهم دمانتو دهل النار كقد رآه موت كيو أركي فيذبحوا كبشيغاس او سوردي موت كالوغو سو سوري وانكي يالا قوريعي او موت كي اه ثم يقول مركاسو منادقو حوليه يا اهل الجنة خلود هنا هل كان وحا هذه خلود وارد فلا موت مود نمجرو هل كان والغو وارد جنة او موت كدن بين يمجرو هاد موت كي بواتا لقوريعيو ويا اهل النار اهل النارو خلود هنا هل كان وحا هذه خلود واردان فلا موت مود مجرو ثم قرأ مركاسو آخريي رسولك صلى الله وسلم وبارك عليه: وأنذرهم دتك أغدق يوم الحسرة مالنت شلايتدو أي جرتو إذ وقت أغدق وقضي الأمر أرنكي والله حكومي والحال همك وظالمين تانا في غفلة إيساقجرا هلمان يموغي وعن أمور الآخرة أرميه آخرة أي غفلة أغجرا وهؤلاء يكون في غفلة غفلة بحددي هذين أهل الدنيا هم أهل الدنيا أكو أهل الدنيا غفلة هذين وعن أمور الآخرة أرميه آخرة غفلة وقجرة والحال أرنك الله حكميهم أيقو لا يؤمنون أي سنبر رمينين أرميه آخرة مركة آية دساس النبي صلى الله عليه وسلم وقصوا الدليشدو وأنذرهم يوم الحسرة وما لنتا موت كالكور عيو ما لنتا قيامة وأهل الجنة هنا اللون نادين أيو لليه خلود فلا موت أهل النار كين اللون نادين أيو لليه وخلود فلا موت. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب. هذا متكن باب باب. قال تعالى: إلهي وحوري جل جلاله: وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك. قال وحوري جل جلاله: وما نتنزل حكاية عن جبريل أيضو جبريل لغا شاكيني وحوري جبريل: وما نتنزل أنه سومدقنه هذا الملائكة النهاي إلا بأمر ربك ربك أمر كيسين أن كسو دقنا ماهان ربك هدوس النصو أمرين أرداد ومسو دقي كرنو له ربكين محايا لوحو إسكاليه ما أي الذي كي بين أيدينا هرتين وحي نغهر رأي إله حكم كيسا إسكاليه معنى وحي نغهر رأي وحلو لجدا أمور الآخرة
arrimaha aakhira iyo sha'nigeedaba xukunka ilaaha iskaha. Wamaa ayuu ladii keena ilaaha u sugnaaday khalfana annaga gadaasheenna ahaaday adduunyadan loola jeeda. Waxaa adduunyadan yacni gadaasheenna ahaadana ilaaha xukunka iska leh. Iyo wamaa ayuu ladii kii bayna dalika almadkuurka alla soo sheegay wixii u dhexeeyo maa bayna nafkatayn. Labada afuufid inta u dhexaysa sha'nigoodana ilaaha xukunka iska leh. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا أبو نعيم هو الفضل بن دكين الكوفي قال حدثنا عمر بن ذر هو الكوفي قال سمعت أبي وذر ابن عبد الله أبيه ذر ابن عبد الله الكوفي ثقة عابد لكنه رمي بالإرجاء شيخ ثقاه لغو كالسوين هو عابد هو هانجري لكنه رمي بالإرجاء وحلقو إيديي بعدم مرجئة ده إنه كتر سنة مرجئة ده سألقو إيديي بعض العلماء وحي راهان هو الذي أسس الإرجاء علماء قاركودنا وحي بدهان استقابة أساسية ولوغمه الرئيم بدعة الإرجاء لوغمه الرئيم إليهن ذر ابن عبد الله الكوفي واثقة عابد لكنه رمي بالإرجاء وحلقوا إيديي قولة مرجاء إنه كتر سنة بعض العلماء وحي راهان هو الذي أسس الإرجاء استقابة أساسية إرجاءها قال سمعت أبي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال وحير ابن عباس قال النبي نبي وحير صلى الله وسلم وبارك عليه لجبريل جبريل وحكير ما يمنعك جبريل ومحاكو الديدية أن تزورنا إلى النسو زيارته أكثر مما يلذي كي وحكبضا تزورنا إلى النسو زيارنيس اشتاق إلى جبريل نبي صلى الله عليه وسلم زيارة جبريل أيو أهلو بي نبي صلى الله عليه وسلم مركز رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى محاد نوسو زيارة ويسي انت هدنا سو زيارة نيسو كبضا فنزلت هذه الآية آياتنا سو جكتي وما نتنزل أن نقو سو مدقنو هدان ملايكتي نهي إلا بأمر ربك ربك أمر كيسي نام كسو دقنو ما هاني له ربك محوسك ليهي ما بين أيدينا وما خلفنا قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب هذا مثل باب قوله تعالى قولك إلهي أبابيها إلهي ويري جل جلاله أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا قال تعالى إلهي ويري جل جلاله أفرأيت الذي كي قفك كورا قفك شأن قيسي بل كورا واستفهام تعجيب استفهام كم وحوي استفهام تعجيب بل قفك الله يابوي فالحمدي سأي وحا أكوها دلي لا يابوي قفل بوي أفرأيت بل كورن الذي كي كفر بآياتنا آياته أنك كفريي أو قال وقال هدنيري سقو كافرة لأوتين الليسية أو الليسية آخر مركي الليسو سارو مالا وولدا سقو قاله إلهي كعاسيي أو إلهي جل جلاله كهريمد أيوح إليه النعيم كاسا إيا لهدنا آخر آخر النعمة سأيتا الله مال إيه أولاد إيه ينعيم إيه هرية قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا الحميدي هو عبد الله بن الزبير الحميدي قال حدثنا سفيان وسفيان بن عيينة عن الأعمشي عن أبي الضحى ومسلم بن الصبيح المشهور بأبي الضحى عن مسروق هو مسروق بن الأجدع قال سمعت خبابا قال خباب بن الأرت وحير ممن عذب في الله وإلهي درتي دتك الله عقابه كما ذا قال ذوي عذاب جرين في عهد مكة حلقي مكدتك لو عقابه كما ذا قال خباب وحير جيت وحنو يمد العاص بن وائل السهمية قال كاسان اتقي أتقاداه حالا كقودين دلبيو حقا حق حقا سو اللي أنيقا يسقنا دي حقا سو عنده قال كاكتيس هذي حق يدين أنكلها أيان ربين أنكو إراهور حق يقسي فقال مركاسو قال كي وحير لا أعديك حتى تكفر بمحمد كمسينا يو حقا قي إلى نبي محمد أدوك كفرسه صلى الله وسلم وبارك عليه وقلت مركزا وحير لا كفر ما يو نبي صلى الله عليه وسلم حتى تموت ثم تبعث إلى أتكجر يوتك بعدنا لقصو صاروا بمعنى لا أكفر أبدا ولجهدا لا أكفر أبدا أي ولجهدا قال مركزا وقال كي وحير عاص بن وائل وإني أنا أقول لما يتون مثل ما أنا يمين هاي ثم مركزا لنتوك بعد مبعوث مثل ليصو صار يمين هاي ولا يصون ولا ينيو قلت مركزا وحير نعم قال مركزا وقال كي وحير إن اللي هناك مالا وولدا هذا انت هلكاس وحي يالو يري مال اي اولاد اي نعيمه ايغه هريو دان انت فاغديك هو دينكي حقي انا كو غديو بمعنى بعد اعطائي المال في الاخره مال كاسي هانتيداس مركي اخره ليسيو كبعدي دينكاغي اخران كو سييرو وا استهزاء بامور الاخره ارميها اخره قال كاسي كو جيس جيسي
فنزلت هذه الآية آية أنا مركز ودكتي أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى رواه حديث سابق وحوريه دنا الثوري كما رواه ابن عيينة سيدي ابن عيينة أوري سفيان عيينة صامرني هذا وريني أدنى وحوي سفيان الثوري نيساقنا أوري رواه حديث سابق وحوريه الثوري إيه وشعبته إيه وحفصن حفص بن قياث كي هراء أصامرني الكوفي حفص بن قياث حفص بن عمر لو لم يجهد حفص بن قياث ولا يجهد إيه وأبو معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي ووكيع وكيع بن الجراح عن الأعمش أي علماء صوردن أي يقولون أي كقادين كما روى سفيان بن عيينة السابق في الإسناد عن الأعمش ومحي متابعين أيان مركز سفيان بن عيينة بن عيينة متابعينه. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب هذا متكن باب باب. قال تعالى إلهي وحري جل جلاله أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا وحي ولي لحريرتا آيادهن قصص كي هدى قصة دي هدى نصامرني إيا آيادهن دماني كشيكين يانو أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أضل على الغيب اللي مغيب كود دال علي مركب نيكا ساو هذا اللي يرده النعيم كي آخره أيا مركتاه الليسين إساقو كافر وجاحد وعاسي إلهي جل جلاله حير غيب كميو دال علي أم اتخذ عند الرحمن عهدا بس الله الرحمن كأكتي سوبالن كسمست إلا النعيم آخر الله وضع اسمي دال وهلا نعيم كآخر وحال وهلا كراون قفكم مطلع بالغيب ميا غيب ميو دال علي بس الله الرحمن كأكبر قاضي الله الرحمن كبيا كبر قاضي. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية شيخ حكيري قال بمعنى يعني قال إلهي ولجي ذا عهدك موثقا وكوضا إلهي بلن بلن لا أتكي موثقا عهدا موثقا وما إلهي كبر قاضي نعيمك وشيقي. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن كثير هو العبدي البصري قال أخبرنا سفيان وسفيان الثوري عن الأعمش عن أبي ضحى عن مسروق عن خباب إسناد كل سوى صامرني كل بجمع صامرني. قال كوحو إلى خباب بن الأرد كنت قينا برتنا أها بمكة في مكة بقال مكة لحدا برت كنت مجري فعملت حن أسمي العاص بن وائل السهمي صيفا ننكا قال كان سيف أسمي فجئت وأوي متقالك أتغادى حالا حقي كجود شد البيون لا حقي سي فقال قالك وحو إلى لا أعديك كما سينا حتى تكفر بمحمد صلى الله وسلم وبارك عليه قلت وحير لا أكفر بمحمد حتى يميتك الله إلى إلهي كد لنبي محمد كون كفرنا صلى الله عليه وسلم ثم يحييك إلهي وكسرنا عليه. قال مركز وحير قالك إذا أماتني الله إلهي هدو إدلو ثم بعثني إلهي وإسوساره ولي أنيقنا مالنا إيسقنا ذي وولدنا فأخذيكه جوابك يا لقحة فأخذيكه مركز أنكو قدو هدو إلهي إسوساره آخر إلهي إسرنا عليه مال إيه هنتي النعيم الآخرة إيه لو إيه جري فأقضيكه مركز حقي كو قدو. فأنزل الله جل جلاله إلهي وحسود جيه أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا قال إلهي وحول جيه ذا موثقا عهدا موثقا وكوضا. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى لم يقول الأشجعي وعبيد الله جيه عبيد الله ابن عبد الرحمن الكوفي الأشجعي ما أوصن بهن عن سفيان مركو كوريني قال عن هذه كذا مرت معنا الرواو لم يقول الأشجعي أشجعي كمورين واي مرك لم يقول الأشجعي وعبيد الله ابن عبد الرحمن الكوفي كما أوصن ورين عن سفيان سفيان كما أوصن ورين سيفا ولا موثقا لماذا الله فديك كما هي أصله علم ذكر كوريهم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب هذا متكني باب باب. قال تعالى جل جلاله كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا آيادها الشيخ حسو يعني مروى الباب أولا ما يستري وحوي دورك آيادها هلق سكهد لي معنى إنه كوتل ما مشيخ كل هذه الآيات واردة في قصة واحدة آيادها نردن هلق سيكشكين ساسو آيادها الشيخ أبدي رحمه الله تعالى. قال تعالى جل جلاله كلا كآل إنه آخر النعيم كل يهي كاسي كآل إلهي وحور سنكتبه ونقري دونا ما هذا الكاسو يقول إليه هذا الكاس وكو هذا لي هذا أعماشي سودانا بالقري هذا الكام حلو لجي ذا عقوبة قاره لي هذا الكان عقوبة قاره لي هي كفر كيسي يدقيان كيسي عسيان كيسي بدي سوى القري جري وحن لو قري المجراني سنكتب ما يقول وحوي واعتناء بشأن هذا الكتاب واعتناء بشأن هذا القول وقبحه
qubxigiisa gooni loogu diiwaan gelin doonaa sanaktubu waan qori doonaa ma hadalan qori doonaa hadalkaasoo yaquulu ninkani uu dhahayay wanamuddu lahu waana u siyaadin doonaa min alcadaabi cadaabka maddan siyaadin yacni waxaa loogu siyaadinaa hadalkan shaniica ah hadalkan foosha xun uu yidhi qaala alimaamu albukhaariyu raximahu llahu tacaala xadaanaa bishr bnu khaalidi huwa alcaskariyu qaala xadaanaa maxamed bnu jacfar waa gundar qaala xadaanaa shucbatu can sulaymaan huwa alacmash acmashkiiu ka wadaa qaala samictu aba duxaa yuxadiu can masruuqin can khabaabin qaala kuntu qaynan fi ljaahiliya birtunaan ahaa jiray xilligii jaahiliyada wa kaana lii daynun cala alcaas bni waaila igu sugnaaday dayn qaala masruuq wuxuu yidhi fa ataahu wa u yimid khabaab khabaab gaalkii u yimid yataqaadaahu xaalu xaqiisii ka gudasho dalbayo faqaala gaalkii wuxuu yidhi laa ucdiika xataa takfura bimuxammadin sala allahu wasalam wabaraka calayhi faqaala wallaahi laa akfuru xataa yumiitaka allahu uma yabcathaka qaala markaas wuxuu yidhi gaalkii fadarnii hadda iga tag xataa amuuta ilaa aan ka dhinto iga tag uma abcatha layga soo saaro fasawfa mar dambe utaal laysii doonaa maalin waladan faaqdiyaka markaasaan kuu gudi doonaa fanasalat hadihi alaaya aayaddana marka sidaa kusoo degto afara'ayta aladii kafara biaayaatina waqaala la uutayanna maalan wawalada qaala alimaam albukhaari raximah allahu tacala baabun hadaa midkani baabun qaabu qaala tacaala jalla jalaaluhu ilaahay wuxuu yidhi wanarithuhu maa yaquulu wayaatiinaa farda kullu haadihi alaayaad waarida fii qisa waaxida wuxuu aayadaha sheekhu ugu badinaya waxa weeye aayadahan si kale ha u malayn wey ninkaanay ka wada sheekaynayaan w aayadahan oo dhan qaala alimaam albukhaariyu raximahu llahu tacaala waqaala bnu cabaasin cabdullahi bnu cabaas wuxuu yidhi haddan wanarithuhu gaalkaas waxaan dhaxashiin doonaa ilaahay wuxuu yidhi waxaan dhaxashiin doonaa ninkaa gaalka ee caasiga ah maa hadal ayaan dhaxashiin doonaa hadalkaasoo yaquulu uu leeyahay waxaas isagaa cuquubadiisa dhaxli doona cuquubadiisagaa dhaxli doona w wayaatinaa waana noo iman doonaa gaalkaasi fardan keligii xaaluu yahay biduuni maal wa biduuni walad wa biduuni cashiira laysa biyadihi shay isagoo gacantiisa waxba kaoro buryo qaba buryadiisa xataa ay ku taallo ayuu noo iman doona qaala alimaam albukhaari raximahu llahu tacaala waqaala bnu cabaasin cabdullahi bnu cabaas wuxuu yidhi fii tafsiiri qowlihi tacaala haddaa hadmaa ayuu isaguna ku fasiray takaadu samaawaatu yatafatarna minhu watanshaqu alardu watakhiru aljibaalu haddaa aayaddaasu marka fasiraya hadmaa ayuu ku fasiray takaadu samaawaatu ilaahay jalla jalaaluhu wuxuu yidhi samaawaatku waxay sugayaan yatafadarna inay dildilaacaan minhu hadalka ay ku dhawaaqeen oo ah ilaahay owlaaduu samaystay ilaahu owlaaduu samaystay hadalkaa foolxumadiisa cirkii ayaa sigay inuu la dildilaaco wa tanshaqu alardu ardadiina ay dilaacdo iyaduna wa takhiru aljibaalu buuruhuna ay soo hoobtaan haddan hadman dumid darteed buuruhu inay soo daataan dumid darteed oo ay soo dudumaan ayay sigeen aayadahani waxay tusaale u yihiin qofka insaanka bini aadamka mararka qaar qubxigiisa iyo shanaacadiisa iyo caasinimadiisa heer wuxuu ka gaaraa xataa aljibaal uu ka liito waxyaalaha maalaayo caqilka ah oo ruuxda aan lahayn inuu ka dareen liituu heer gaaraa qofka bini aadamka mararka qaar leannahu aayadahan ilaahay wuxuu leeyahay hadalkii qofkaasi uu ku hadlay buurihii intay yaxyaxeen ayay waxay sigeen inay soo daataan samaawaadkii inta hadalkaa foolxumadiisa u adkaysan waayeen ayaa waxay sigeen samaawaadkii inay dildilaacaan dhulkii intuu xamili waayey hadalkaa foolxumadiisa ayuu dhulkii wuxuu sigay inuu dhulku dildilaaco marka mararka qaar insaanku wuxuu gaaraa xumaato heer jamaadaadkuba ay ka roonaadaan jamaadaadkii ay ka roonaadaan oy ka dareen roonaadaan oy ka xishood roonaadaan mararka qaar uu insaanku duqyaanka cisyaanka heerkaa ka gaaraa samaawaadkiiaa maragtaa la yaxyaxay oo yaabay waxa uu ku hadlay qofkaasi wey marka maxalu shaahidka sheekhu haddaa hadmaa ayuu ibnu cabaas ku fasiray qaala alimaamu albukhaari raximahu llahu tacaala xadaثnaa yaxya huwa yaxya bnu muusa albalkhiy qaala xadaثnaa wakiicun can ilacmash can abi duxa can masruuqin can khabaab isnaadka hadda uu soo soom sheegay nafsu lisnaadi saabiqu qaala kuntu rajulan qaynan nin birtunahaan ahaa wa kaana lii anigana waxaa ii ahaaday cala alcaas ibni waa'ilin daynun faataytuhu markaasaan u tegay gaalkii ataqaadaahu xaalaan ka gudasho dalbaayo faqaala lii wuxuu igu yidhi laa aqdiika xataa takfura bimuxamedin sala allahu alayh wasalam qaala qultu lan akfura bii xataa tamuuta uma tubcatha qaala wa innii la mabcuuثun min bacdi اlmowt miyaa laysoo saari fasawfa aqdiika markaasaan xaqa ay kuu gudi doonaa idaa rajactu markaan dib ugu laabto ilaa maalin waladin maalin waladaan dib ugu laaban doonaa aakhira markaan tago maalin waladaa iga horreeya qaala markaasu wuxuu yidhi saxaabigii khabaab fanasalat haadihi alaayaat aayadahana markaa soo degay afara'ayta aladii kafara biaayaatina waqaala la utayanna maalan wawaladaa atalaca alkayba am ittakhada cinda araxmaani cahda kalaa sanaktubu maa yaquulu wanamuddu lahu min alcadaabi maddaa
ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى سورة ضاها هذه مدني سورة ضاها أو سورة الليراه سورة ضاها. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال عكرمة عكرمة وحيري يو الضحاك وضحاك بن مزاحم التابعي الجليل تابعي مفسر كاها انت بدلنا فنك يسوح شيخه آد مشهور يقولنا قد فنك تفسيرك فنك تفسيرك مشهور كواها وضحاك ضحاك بن مزاحم التابعي وقال قال عكرمة وضحاك لبدا الشيخ وحيراهن بالنبضية باللغة النبضية لغة قولد اللي راهو النبضية أي داها أي اللغة ودا يا رجل واها مركل إيه يا رجل باللغة النبضية ومركا وحي راهن لبدا الشيخ ضاها ومنادى حذف منه حرف النداء منادى ويطاها حرف النداء لغا حذفه أي أي نسو قدرنا أي دو بمعنى ياو بمعنى ياو ضاها أي طاها يا رجل أسي كده ينتهي لين كان وساسي كده طاها ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى قرآنك كما أننا سود الجن نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم إن هذا أيان درسته بل وحنك كما سود الجن رحمة إيا مقامات إنه كو زياديو رحمة إيا مقامات إنه قرآنك كو زياديو كو زياديو مركع علماء الوحي رأي عكرمة إيا ضحاك لغة النبضية أفكار النبضية أيا إريك طاها يا رجل الغيرة لغة النبضية طاها معنيه سبحانه لغة النبضية يا رجل قول هذا المركة النبضية اللي راه دولك سوحي دقان أردن دولك أردن إيا سوريا لابد بوي دقان وحيكو هذا الآن لغة كبحسن لغة أفكا عربية لغة أفكا عربية لغة كبحسن أيكو هذا الآن نبضية اللي يغان لغة النبضية أي لغة اللي راه مركة لغة النبضية اللي شيخ وحي راهن أريق طاها بمعنى يا رجل أي اللي راه قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى وقال مجاهد وحير في تفسير قوله تعالى ألقى صنع وصنعي يلوي فكذلك ألقى السامري فكذلك سداس أي ألقى السامري صنع السامري سامري سداس وصنعي دبجي ومركا أقدق يهير بنو إسرائيل إله أكتل ماميو دبجي انتو صنعي ودلالي أي وحير وإله رنتاها دبجي وفدني قوم كيسي وفدني قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى شيخ حكير أزري ظهري أي الله رجع ذاهر أشدد به أزري ومن دعاء النبي الله موسى دعاء يكد عيسى النبي الله موسى ويو نبي الله موسى وإله كبري أشدد به إله هارون كأتك أزري ظهري نبتك إله الدعوة هاي لحوجي روح الدعوة إلى حوجي أندوني هارون ربي وماركته يعني الدعوة نبتك حوجي أنس كاشنو دعوة ماركته أنس كاشنو. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى شيخ حكير فيسحتكم يهلككم أي الله رجيدا وإله يأذن هلاقي عذاب دنكو هلاقي وإلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب ودعدي يعني مركا النبي الله موسى وعدي وسو جيدي يكو ساحرين تاها ساحرين تي مركي قوبت سو استاقين أي دور كلمة كو وعدي وحيري وإلكم هلاقين لا تفتروا على الله كذبا ورب بان إلهي كشيقننا بان إلهي كشيقننا إسكا إلالية فيسحتكم بعذاب فيهلككم بعذاب وهداد إلهي كبان أبو رتان إلها إذن كهلاق يا عذاب وعدي نبي الله مسوه. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى شيخ حكير المثلى تأنيث الأمثل أيضا المثلى تأنيث الأمثل أمثل مدوناك بدن المثلى مدوناك بدن ومؤنث مركة فعلا ديو أفعل فعلا أفعل كنا مذكر كوي ماذا فعلا نو حكوي ماذا مؤنث كا وأحسن حسنا أو كلا أحسن نم وناك بدن حسنا نهويني وناك بدن ما نتاسو كي ماهو مركة شيخ حكوي ري المثلة أريق مثلة وحمركة كسو قاتي آيات ديولة جيداني ويذهب بطريقتكم المثلة ويذهب النبي الله موسى هارون وحي دونيان إني لتغان بطريقتكم أي بدينكم دينتين إني لتغان دين تاسو المثلى وناك بدن حقو الدين كهيا وفرعون وعنا بحولي هاي وان كان وحي ودن كوي بعدين وحوي دين تين الصح ده هدا تكو تاجنتهين أي مركز الدون يعني إن كده فلاليان إن وآيات ذكر سورة غافر كجرتو إن أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد نبي الله موسى وحي روحان كبغ الدين تين ودن كبدلو أما أرض ده وفساد وفرعون ده فرعون صار واعدا فرعون واعد بالنقضيب ودتك ما ركتاه دين دفاع عنه يبقى
فرعون الدين مانتي أيها الدفاع عنه مركز وحوير الله جل جلاله المثلى وحوير شاخه تانيث الأمثل وأمثل مدوناك بدن ومثلى مدوناك بدن يقول إلهي وحو كولا بمعنى يعني إلهي وحو لجل هذا الكن بدينكم بطريقة مفسرة أمرك ويذهب بطريقتكم بدينكم دينتنا إنا إلا بدود الله تغان أيه ربان يقال وحا ليراه الشيخ خذ المثلى خذ الأمثلى لا بدود الله خذ المثلى مدى وناك بدن قادو ومؤنثك مدى ددك أوي مركز مدى وناك بدن قادو خذ الأمثلى كم وناك ومدك مذكر كاي مركز مذكر كيو. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى شيخ حكيري فأوجس في نفسه خيفة موسى مركو فسيري أضمر خوفا على قوة ظاهر أوجس هذا فأوجس واقري أضمر خوفا فأوجس في نفسه نفتي سيو حكو قري خيفة عبسي نبي الله موسى وبغي يعني وحي مارك تحركه يبلا يدي مركي ماشي سحر ككتورين ومصص وحي أي نغدين أي وحي سرون ما كان محيطها وحي كانين وحي اللي مادين محيطها هاي جل جلاله مركو وحي الإمام البخاري فأوجس وحلو لجهده أضمر وحو قلبي سكو قري نبي الله موسى خوفا عبسي أي الله قوضا فذهبت الواو واوضي تكتي ورشاخ يو من خيفة كلمة خيفة واوضي كتكتي واوضي وحيوغة تكتي لكسرة الخاء لأجل كسرة الخاء خاء ده هو صديق هذا درتيد أي واوضي وغة تكتو أصل كوحي هذا بخاري كلية خيو فتن خيو فتن خيو فتن هدو كلمة أهيد واوضي محاكوه رأي كسر إلا خاء ديا مكسورة أهي ما دام مدك واوضي كسرة أي كده ومرتي لأن الكسرة أخت الياء واوضي أمرك وحلو بالدلي يألو بالدلي مركز كلمة وحي كسوا بحدو شاق كلية خيفة والواو إن يسكن وما قبل انكسر فقلبها ياء كميزان اشتهر أما شو يريه. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى بتفسير قوله تعالى شيخ حكير في جذوع النخل ولا أصلبنكم في جذوع النخل مركو شيخ فسيري ولا أصلبنكم وتهديد فرعون هنجباد دي فرعون ويو ذاتك المؤمنين تهيو حق قاتي أيو هنجبي مركو سوحير ولا أصلبنكم إذن دلان دلاء وإذن دلان دلاء في جذوع النخل على شيخ حكير مركو أي على جذوع النخل يلا قوة ظهور في ذنب معنى على كفسري وأنا أقول مفسرين تورنا سيد كفسري مفسرين تورنا وحيلين في ذنب لولج هذا بمعنى على يلولج هذا. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى شيخ حكير خطبك بالك أي لولج هذا خطبك بالك قال فما خطبك يا سامري أي لولج هذا. قال مركز النبي الله موسى مركو سامري فدنيه هرب من إسرائيل فدنيه مركو على أنا يو حكير فما خطبك يا سامري أي فما بالك كفسري ورحالك أبو محيم حدثك يقفد نيسيو حدثك المحاد يقفد نيسي سامريو. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى شيخ حكير مساسا مصدر ماس هو تابتي مساسا تابشو مصدر كيدي الكاسا لك كينو يرشاخ فإن لك في الحياة أن تقول الله مساسا آيدا سمرك أولج إداه ومركو هباري نبي الله موسى موسى سامري دتك فدنيو وحويري فإن لك في الحياة سامريو أديقنا نلاشا وحاكو قوسقنا هذي أن تقول إنا تراهد لا مساسا استابشو مجرتو وفكي تابانا وكعرر قندو يبلايا لقوري دي وفضي تابتبا نبي الله موسى سيداكو هباري قف ما تابانا مركا قف قوضانو ونغضيو بلشدي وكا قوضانيو وبلشدي كا قوضانيو بلشي أن لا معاملون كرد بنا هذا نسو دوان كرد أيو النغضي مركا وحور الشيخ قال تعالى مساسا مصدر ماسه مساسا وفكي تابتي مساسا تابشو مصدر كيدي ويرشاخ. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى شيخ حكير لننسفنه مركو فسيري لننسفنه لنذرينه بتنة أو بتنة أي اللي جيداو لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم ومرك يوحي إلهي دي أي سمستان إلهي كشي قييني أي مركا نبي الله موسى وحيري لنحرقنه قبنة أو قبنة إله مارك تعي وحد كتل مانتين وصنم كيوهيه ثم لننسفنه في اليم بدن كنت بتنينا مركان قبنا ودنبس النقضة يدحولا ونقضة دنبس كيس يدحولا يسنسي أن دب الله أركين بدن كنت بتنينا لندرينه أي كفس رشاخ وأن بتنينا بدن كنت بتنينا واحد إله كتب عنتين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى بتفسير قوله تعالى شيخ كفس رقاع يعلوه الماء إنك استوى يعلوه الماء داس
إمام السيودي كتاب كيسة الدر المنثور وكتاب عجيب هو أسانيد تفسير كوفي يعني أسانيد يعني عكرمة إيو قتادة إيو ابن عباس إيو وحي أسانيد تفسير الله إيو لن كتاب كاس الله قلت الدر المنثور وبحي إمام السيودي أسكاله مركب مركب كهذا اللي يري يعني يعلوه الماء وحولي هاي سيودي يعني مناسب وما هي يعلوه الماء أيضا الغفصر مركب سيكال إن لقوا أقول ما هاني بخاري مركب أنفيرين وتفسير كيسة وحول الشيخ رحمه الله تعالى قاع فيذرها قاعا صفصفا إلهي بوره مركب يانب ويسألونك عن الجبال ديوة هل كاس اللي حررتها بوره يددك كويدين يان حسين له قلي مالنت قيامها إلهي جل جلاله وحول فيذرها بورها إلهي وحكرني قاعا صفصفا قاعا ورواينه فسر الشيخ مركب بورها إلهي وحكرني قاعا يعلوه الماء قاعا سو بنان كاسو يعلوه الماء بيه أي كسر مريان ميل بنان أو بي أي كسر ريان أي بورها قيامها لقديقة ساس الله بابينا إلهي وديسو سداسي أبلارن تهي مركا يعلوه الماء إمام السيود كتاب كيس أدر المنثور وحليه ماشان تفسير كآيات مناسب وما أهو دي بورها والبربورنا لكن إن بي لغا سرم مرين هايو لمشي يقنو لي أثر كسو أروري مجيرو آيات كسو أرورتان مجيرو حديث كسو أرورو مجيرو مركا وحا سورتا قالا يعلوه الماء إنسي كالو لو أولو يعني مركا بوريه لبابيو بنان لغا ديغو بيا كسر مريا إن لو لجيدو بمعنى في ظنك وخيالك إلا وحا جيرو مركا ميل بنان أتفيريسيد ميل بنان مركا فيريسيد وحا جيرو حلقا شان ساعي اللح ساع ويرا ويرات وحدتكو يبي قانانا جير سراب ليرا سراب وفي عربي وحال ويرا سراب ويرا ويرات مركا بنان كافي رسوحة يسيلا لهاي والماشا بيا كجيرا مركا بيا حقيقانا ما ماشي مركا تكتنا بيا كمجيران إنو مركا بخاري ساك كوضو أي أبضان تاي مركا يعلوه الماء بيا حقيقي ماشي مجيران قيامة بيا حقيقي يميل بيا له بخاراء مجيران شيخ مركو ليه فيذرها قاعا صفصفا قاعا بنان يعلوه الماء في ظنك ينسو قدرنا مركا وساد إسلام هذا ما أنا دمشي بيمي الله ساد إسلام وساد الصراف كعمل وكوه ده شيخ مرك الله انتهى العمل بيني كل جيرانات أم العين وحير الشيخ وصف صفو قاعا صف صفا وصف صفنا المستوي كان سمنو مستوي جاسو من الأرض للك كمده قاعا بنان يعني صف صفا السمن بنان سمن يا إلهي كديو قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى وقال مجاهد مجاهد يسقون وحير أو زارا أثقالا أي مجاهد يسقون كفسري ولكن حملنا أوزارا حملنا أوزارا من زينة القوم حملنا أنجا وحنا لحمبارسية يراهن كعذر دارتين مركي اللي يري وروح المدبيجان محد إله وقدر قتينا وطلع على لسان حملنا وحنا جنا لسوا حمبارسية يراهن أوزارا أثقالا وير مجاهد أوزارا أثقالا عليه سياله أيانا لسوا حمبارسية وليس يالكاسو من زينة القوم قوم كي مصر دقنا قروح دو دي كمدة دهب كي يفضادي يمعدنتي يوحي اسكو قرقرحين ايان ايان انتان دلالني ايان ديبغان كسو سارنيو ديبغان ايان كسو سارنون كدلالنيو من زينة القوم نمحالو لجي دا الحلي الذي استعاروا من آل فرعون وهو الأثقال داسو كفسر وحر من زينة القوم نمحالو لجي دا الحلي بلده هو الذي حلي قاسو استعاروا أي كسو عاريستين هير بنو إسرائيل من آل فرعون آل فرعون أي كسو عاريستين وهو متكاس حلية قانا الأثقال متك اللقاء وضو أثقالك عليسالك إلين عليسالا سوحن بارنو مصر كسوحن بارني مركاسا دهب كي يمعدنتي انت اسكر دلالني أي وحيد دي بالنغدين مركاس موسى السامرين يروى إلى حقيقي عابد ساسي قصده كتم دولي هاي قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى بتفسير قوله تعالى شيخ وكير فقذفتها ألقيتها أي مركا لوجدها وزارا من زينة فقذفناها فكذلك ألقى السامري فقذفناها مذن دي بس فقذفتها لنك فقذفتها من صغر دي فقذفناها سوماهن آيد مركا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري مركا إنه تفسير كوضا صورة قلوه تفسير إنه لوجده قوله تعالى فقذفناها فقذفتها أي ألقيتها زينة القوم كي أضميركم علينا مركا وحي زينة القوم كهيو الذهب كي يحليجي أن مركها صور دلالني أيام كرد نيو وحي مارك الضب كي وحي أن كرد نيو ودلالني ساس مركها وح إله يكوت المامين وبادلة أيو كوس ما اسمه إليهم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى شيخ حكير ألقى فكذلك ألقى السامري تيوس علي ألقى صنع قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى
في تفسير قوله تعالى فنسي موسى هم يقولونه أخطأ الرب ساسي كوضان البخاري فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي فقالوا حي إله مركا كوي فدنين يي هذا دبقا لدلالي إلهكم وإله موسى وإله النبتا هاي راهن إيه النبي الله موسى إلهي سي فنسي موسى نبي موسى مركا واهل مامي بمعنى مركو جبل الدور آدي وإلوبي ماهنه كانوا إله كدق لها مركو إسكا سفره وإلوبي دبقا يقول إله كدق لها بلوحة بعد ذلك يكون هذا اليوم بخاري مركا وحيري هم أيقوا نمنكي في دنسنا يقولون وهذا الكن يدهيين هذا الكن مركا يدهيين وحي ولجه ذان أخضأ الرب يعنونه يدوسه غدري يعنونه وحي ولجه ذان أخضأ النبي موسى الرب ربك السحدة هاي واقفي وإسكا سفره ربك السحدة ودبقا وسيد إليهن بعد الكوديو قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى بتفسير قوله تعالى شيخ حكيري لا يرجع إليهم قولا أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا أفلا يرون إلهي جل جلاله وحرسه ما أركيان ألا يرجع إليهم دبقا إنو سنسوع إليني إنن أيقا قولا وحضرا بل حتى إنو سنلهدلين وح جواب سوع إليني وح يقو منافع يكدون أيان مضاري إنو كدفاعنا أي كربان سو ما أركيان وحضرا إنو سندبقوا سوع إليني العجل هو العجل ومتك أن لليه ما هدل كرو إلهي ليه جل جلاله وعجل قيود قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى همسا حس الأقدام ساسو شاخ وكفسر همسا حس الأقدام يا لرجل وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا وخشعت الأصوات عددك يوردن مالين تقيامها للرحمن الله الرحمن كاهي أخشوعا قيامها قيلة دان إيو بربك أنت دان إيو وحان نو نو دان واردمان إيو قفل باعد كيسو وسو مسكينو هوغن إيو أي قبرك الله سو ساريو سو مسكينو اسكو هوغن إيو هل كلمة أن كنا واقع كرن أيو ماركتاه إيمانه إلهي جل جلاله وحوري فلا تسمع من مغلي سيد مالين تا قيامها إلا همسا ما هني همس ما هني وحكى لما مغلي سيد همسا مركم حاله لجدا بخاري وحوري حس الأقدام شنقرت قمده قمده اللغة شنقرت بنا ذلك مركو سعانا يعني دوايش هاسي واحد قمده هفت اسكي يريس بس وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا حس الأقدام قمده شنقرت وتلابت أسون لقادة الشقف شقف تاسمه هني واحد كلام ماشي هدا الدويا هدا سد حقوف يشان قف هدي مالي سوقي ما دهون ورنجا أمس بوقود أن الجوكسن كرن نجا أمس إلا يراه ما هني ماشي جل جلاله إلى يحير حس الأقدام بس على مقلة حس الأقدام قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى شيخ حكيري حشرتني أعمى عن حجتي كائن دلا يا لولجده لما حشرتني أعمى ونيكي ماركتا سقو إن دولا قيامه لصوص عليه حقا إسكا إن دتيري جري وحوليه لما حشرتني أعمى إلهم حاد إيسو شريسي أعمى حالنا هاي أنا إن دولا ومحوك إن دلا إيهاي عن حجتي حجتي أنا وكا إن دلا إلهم حاد إيسو سارتي يا لولجي ذا ومركا بخاري أسقو حكو تغي إن دلا أنت وحوكا ودا إن دلا أنا حقيقي ما هاني العمى عن الحجه وحجاه سنهيسان على قوضا وحجاه يعني سنهيسان أيا لولجي ذا لكن أكثر المفسرين وحكو فسرين العمى هذا هو عمى حقيقي قفكو هادو حقا إكسكا إن داتري أساقو إن داها الدمق وحقيقا هام بقى وحبقو كلا أركينين أيها والسوس عراهيلا قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا ربي محاديسو شرسي وقد كنت بصيرا وحنا هنجري مدو حأركي ودو يدي وحكلا أركي إن دول محاديسو سوس عارتي ساسو لي هايو لما حشرتني أعمى عن حجتي أيها الله قوة دور شيخ حجتي دي أيانك إن ربيالي وقد كنت بصيرا في الدنيا وكذا الدنيا نحن الرحمن أركي جري قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال ابن عباس عبد الله بن عباس يسوي نوحي في تفسير قوله تعالى مركو فسيره بقبس ضل الطريق وضدي يكلمين وكانوا شاتين فقال إن لم أجد عليها من يهدي الطريق آتكم بالنار توقدون عند هذا الشيخ وكوفة سري لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى هذا سفسير الشيخ وحوري ونبي حكاية عن قصة موسى نبي الله موسى قصة إيسا إلهي جل جلاله نوشكينا إلهي وحوير نبي الله موسى وحوير لعلي وحن مضانه آتيكم منها بقبس ما شاي وحكب الداميان إنان بلدن بل إذن كيكينو أي صورة قال نبي الله موسى مركي للكي مدين وكيمد لنع الشعيب نبي الله شعيب حقي اسمركو كيمد ومصر موسى سعودي حلي هبينو وقدعو راح حقاينا إيجيران سيد بخاري ونوشيك دونو حقاينا إيجيران
ayaa meel fog wuxuu ka arkay wax bidhiimayo oo dab camala ayuu arkay. Markaasu wuxuu yidhi war wax bidhiimayo daba waad buu u baahan tihiin, xagaayana waa jiraan, habeenkuna waa gudcure, bal dabkaa doono buu yidhi nabiyullaahi muuse. Nabiyullaahi muuse meeshii uu aaday marka, markaasaa meeshii buu wuxuu ka soo helay rasuulnimo iyo nabinimo, waxyuu meeshii kala soo laabtay. Meesha marka culimmadu waxay yidhaahaan tala araada araada jadwatan fawajada nubuwa. Nabiyullaahi muuse meesha wuxuu ka doontay jadwa, dhimbil, dhimbil daba inuu meesha ka soo qaato, fawajada nubuwa, meeshiina nabinimu ka soo halay. Haakada yatiika alkhayru fi bacdi alaxyaan min xaysu laa tashcur. Mararka qaar nafaxaadka ilaahay xilli aadan dareensanayn iyo makaan aadan ka filaynin ayuu ilaahay nafaxaadka kaaga keeni karaa jala jalaaluhu. Ilaahay raxmadiisu waasac wey. Nimanka saxarada iyaga nafsadooda oo la doodayay nabiyullaahi muuse meesha waxay u yimaadeen araaduu mucaadaatan fawajaduu muwaalaatan. Meesha waxay u yimaadeen mucaadaat, inay nabiyullaahi muuse ay cadow la noqdaan, oo maaragtaa nabiyullaahi muuse meesha ay iska celiyaan oo xaqa ay maaragtaa la dagaalamaan, ayay saaxiriintiina meesha ugu yimideen. Fawajaduu muwaalaatan, waxay heleen welinimo iyaguna, iyagu awliyahay meeshii ka soo laabteen, awliya arraxmaan ah. Marka waxa weeye ilaahay subxaanahu wa tacaala min darfati caynin waintibaahiha yuqallibu llaahu min xaalin ilaa xaali, oo sida ninka shaacirku uu yidhi, wuxuu yidhi nin gabyaaya min darfati caynin waintibaahiha, ilmilicsi iyo isha ood sidaa intay isugu laabto haddana kala qaado, ayaa yuqallibu llaahu min xaalin ilaa xaalin, xaalad iyuu ilaahay bedelaa oo xaalad kale u bedela. Ishaad saas tiri ood kala qaaday, axwaalaa ilaahay bedelaba. Qofaa ilaahay dulleeyey, qofaa ilaahay dallacsiiyey, qofuu ilaahay dilay, qofuu ilaahay noolaysiiyey, qofuu ilaahay ahlujanno ka dhigay, qofuu ilaahay ahlunaar ka dhigay, qofaa ilaahay risqiga u waasiciyey, qofkaa risqiga lagu ciriiriyey, qofaa la dulleeyey, qofaa la ciseeyey, qofaa wax la baray, qofaa jahli jaahil laga dhigay, waxbaa ilaahay kala bedelay. Ilmilaqsi iyo wax ka yar oo ilaahay wax kala bedelaa. Ilmilaqsi waxa ishaad kala qaaday, ishaa isku qabatay, waad kala qaaday, isna waad kala furday, axwaalaaba isbedeshay, koonkan ka dhacaysa. Marka taas waxay kugu bixinayaan mar walbaba raxmadda ilaahay inaadan ka quusan, raxmadda ilaahay inaadan ka quusan. Kur baa ku haysata, waxyaalo culaysaa ku soo wajahay, ilaahay ilbilqsi wax ku bedeli karaa, ha quusanin. Ducada iska wad mar walbaba, ducada iska wad. Haddii xaaladu wanaagsan oo nicmo iyo khayr aad ku jirtana waxay kugu bixinaa inaadan ku kadsoomin nicmada, laano ilbilqsiga lagaa qaadi karaa iyadana, iyadana ilbilqsi. Marka ninkaa shaacirku isagoo arrinkaa tilmaamayo wuxuu yidhi, wuxuu yidhi min darfati caynin waintibaahiha yuqallibu llaahu min xaalin ilaa xaali, innahood intay isku qabato aad kala furto ayaa ilaahay xaaladda xaalad kale ku bedelaa, axwaashada ilaahay kula bedeli karaa. Marka nimankan iyagana waxaa la yidhi yacni dalabuu mucaadaatan fawajaduu muwaalaat, iyaguna cadowtinimo iyo colaytan xaqa inay la dagaalamaan meesha u aadeen, fawajaduu muwaalaatan, meesha awliinimay ka soo heleen, wilaaya ka soo heleen. Qaala alimaamu albukhaariyu raximahu llahu tacaala, waqaala ibnu cabaasin isaguna wuxuu yidhi fii tafsiiri qowlihi tacaala biqabasin, markuu fasirayey dalluu nabiyullaahi muuse iyo ahalkii la socday addariiqa waddadii ka lumeen, wakaanuu waxayna ahaayeen shaatina kuwa xagaayeystay, xilli xagaayahoo qabow iyo mugdina waa joogeen, xilli xagaayahoo qabowna waa joogeen. Fa qaala markaasuu wuxuu yidhi nebi muuse in lam ajid calayha, haddaanan buqcadaas aanan ka helin, man ruuxaanan buqcadaas aanan ka helin, ruuxaasoo yahdi dariiqa waddada itusa, ruux waddada itusa haddaanan ka helin, aatiiku meesha waxaan idinkagala iman doonaa, binaarin naar daban idinkaga keeni doonaa, naartaasoo tuuqi doona aad shidataan, oo xagaayga iyo qabowgana markaa aad dugaal idinkaga noqda, waddadana markaa aad ku iftiinsataan. Haddii qof waddada itusa aan ka waayo oo waddadan raaci yiraa, walba daban ka soo heli doona. Waa dabka fiiri, waa marxaladii ugu dambeysay. Haddaan waayo qof waddada itusa, walba daban ka soo heli doona. Hadde walbadii iyo wixii dhibaa albaabiyo waxuu ka soo helay maqaamaad, maqaamaad iyo nafaxaad waaweyn oo meeshii kala soo gadoomay nabinimo ayuu ka soo helay. Qaala alimaamu albukhaariyu raximahu llahu tacaala, waqaala ibnu cuyaynata sufyaan ibnu cuyayna isaguna wuxuu yidhi fii tafsiiri qowlihi tacaala, markuu fasirayay amhaluhum dariiqa acdaluhum, ayuu sheekhu ku fasiray koodii ugu cadiilanba, id yaquulu amhaluhum dariiqa, id waqti yaquulu uu dhahayay amhaluhum acdaluhum, keeda ugu cadaaladda badnaayo ugu toosnaa, dariiqatan min dariiqa, xagga waddada ugu saxnaa uu leeyahay, in labistum ilaa qaliila, wax yar unbaad adduunyada joogteen, acdaluhum ku fasiray koodii ugu cadaaladda badnaa. Qaala alimaamu albukhaari raximahu llahu tacaala, waqaala ibnu cabaasin isaguna wuxuu yidhi hadmaa laa yudlamu fayuhdam min xasanaatihi, ayuu isaguna uu ku fasirayu. Waqaala ibnu cabaasin, cabdullah ibnu cabaas wuxuu yidhi fii tafsiiri qowlihi tacaala hadman, markuu fasirayay falaa yakhaafu dhulman,
ولا هضما فلا يخاف قفك كما بقيه ظلما قيامها إلا ظلميه إلهي وظلميه كما بقيه ولا هضما نسقى منا كما بقيه أعماشي سيء وصمستي يوحي وشقيستي إن لقى نسقى منا كما بقيه ابن عباس مركم حويري لا يظلم لما ظلميه لما ظلميه قفك قيامها فيهضم لقما نسقى من حسناته قفك حسنات وإلهي وجهي سقيستي لقما نسقى منا قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى شيخ الحكوري عوجا واديا يا لولجداهر لا ترى فيها عوجا ولا امتا ايضا شيخ ولجدا لا ترى فيها قيامها مركي دلكيو دن لب اسبدل لو سميه او اف كانو دن اسبدلو اردد دخدده كوما اركيسد عوجا واديا ميل بهله وادياله بيمرنا ما اركيسد ولا امتا رابيه بورن كوما اركيسد ميل واديه دادغه او ماركتا غدنا كوما اركيسد ولا امتا كوما اركيسد رابيه بور تاغنا ما وحدو ولا سمي قيامها قيامها وحدن با ولا سمي قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى شيخ حكير ضنك الشقاء شقاء يقول لكم مدونه فإن له معيشة ضنك ومن عرض عن ذكري فإن له معيشة ضنك إلهي جل جلاله حكير قفك وانا دي كسي جيستة فإن له معيشة نرل أيوليه نرل شاسو ضنك ضنك محالك ودا الشقاء أيان درأة نرل أيان درأة الدوية أيان درأة كل ميسانة آخرة أيان درأة كل ميسانة قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى هوى شقي أي أيضا لولجده ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى أيضا سولجده ومن يحلل عليه غضبي قفك إلهي جل جلاله حر عرديد أي كدكته فقد هوى شقي وأيان درصدي وفا أيان درر أي كد عدوي قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى شيخ حكور سيرتها حالتها الأولى سنعيدها سيرتها الأولى أيضا الشيخ فسري سنعيدها أبي سدي مركو كبغي وشي مركي رولك وكرفت النبي الله موسى أي أبي سدي اسكو بدشي مركا صوب بغي نبي الله موسى إلهي جل جلاله وحور سنعيدها وحنسو علين دونا وشان سيرتها حالتها الأولى أباها كبغن وش سيدي ديان كسر لغينا ولغتها وبرعيو قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى بتفسير قوله تعالى شيخ حكور النهى التقى أي لولجدة إن في ذلك الآيات لأولي النهى إن في ذلك القرآن قال سوشا الآيات آيات لو عبرة قاتها كسوغان لأولي النهى محالو ذا لأولي التقى الله كعبسك كو صاحبك القرآن كو عبرة قاتها قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى وحكور بالوادي المقدس المبارك أي مقدس كالغوضة وادي مباركة أي تكسو إنك النبي الله موسو بالوادي أيات كسو أنت وادي قاسو المقدس المبارك للبركية قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى بتفسير قوله تعالى شيخ حكور الضوى اسم واد وادي مقع عيسى لقوده إنك بالوادي المقدس ضوى واديه مقع عيسى اسم واديه قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى بتفسير قوله تعالى شيخ حكور بملكنا بأمرنا ما أخلفنا موعدك نقول له موسو بلن كاقي ما أنا خلاف بملكنا محالك وضع بأمرنا أنك تلد أن أمر كيني كما أننا خلافنا لولجهذا قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى بتفسير قوله تعالى قولك إلهي مركو فسيره وحبير مكانا سوى منصف بينهم أي لولجهذا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى نبي الله موسى ميل آذنا أدوغنا آذنا يعني بلنك أغبحين أنغنا أنن بلنك أغبحين آي سوى كان يكينو وكوي ساحرين تي مركي لكين فرعون وكين سنة مكانا مكان مركا سوى كان يكينو مكان كاسو سوى منصف دحدحاد بينهم دحدودي ساحرينتي يا نبي الله موسى مؤمنينتي دحدود ميل دحدحاد انا سوغني ما ادنو قفل بو حي هيس مركا ماشا كو سو بندقتا لو جيده قال الامام البخاري رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى يبسا يابسا يا لو جيده فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا فاضرب لهم طريقا وضو يال هربن اسرائيل في البحر بدل دحدود وضو غيال طريقا سو يبسا يابسا ود انغغنو وقللن قال الامام البخاري بدي يابو ميل قللن لو سمي بدي نحددي مركو أشا كل فتى قال قال الله إنه غتيب قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى بتفسير قوله تعالى شيخ حكير على قدر على موعد ثم جئت على قدر يا موسى ثم جئت واتمد على قدر على موعد بلنك أيات كتب من النبي الله موسى قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى بتفسير قوله تعالى شيخ حكير يفرض عقوبة أي لرجل ظاهر إننا نخاف أن يفرض علينا أو أن يطغى أيضا سمرك فسير الشيخ إننا نخاف وحير النبي الله موسى هارون وحن كبقينا أن يفرض علينا أن يفرض علينا محل الوجدة عقوبتنا الوجدة بمعنى يقدم لنا عقوبة فرعون إنه نودك دقو نوحد قد بو عقوبة أو نوهر مريو معنى قبل سماعه الدعوة أنتو سنب الدعوة ذا نقدر جيسن يوحى وذا نبا وسن نقدر جيسن إنه نوحد قد بو مركو ربا عقوبة بس هر مريو يعني كبا غيناو قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى شيخ حكوري لا تنيال تضعفا يا الوجدة
ولا تنيا في ذكري ولا تنيا إلهي جل جلاله وحوري ولا تنيا في ذكري تضعف ذكري جيجها كضعيف إننا والدعوة أكال ما يستوي ذكري دعوة يا رمها مشاغل ده ودنبه يا رمها مشاغل ده هو أذق ودنبه ذكري جاس أكال ما يستوي لجداو قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب هذا مشكل باب ما قال تعالى إلهي جل جلاله واصطنعتك لنفسي واصطنعتك أي اخترتك نبي الله موسى واكو دورتي لنفسي جل جلاله إلهي وحيره أنا نفتي ذي كو دورتي وحي كمتها من مناقب نبي الله موسى نبي الله موسى فضائل كيسة أي كمتها قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا سلط بن محمد هو البصري قال حدثني مهدي بن ميمون هو البصري قال حدثنا محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال التقى آدم وموسى نبي الله آدم ونبي موسى كلمن قال موسى نبي الله موسى لآدم حكيري أنت أدوك الذي كيس ومتهد أشغيت الناس ضدك أيان دريي وأيان درد ضدك كرهي نبي الله آدم هذا تهي وأخرجتهم ضدك كسو صاري من الجنة كي الجنة ده dartooda biya dadka sababtooda looga soo saaray soo adiga ma tihid qaala aadamu nabi ilaahi aadam wuxuu yiri aanta adigu muusa soo nabi muusa ma tihid alladi nabigaas muusa istafaaka allah ilaahi ku doortay bi risaalati risaaladiisa ilaahi ku doortay wasafaaka li nafsihi naftiisa ilaahi ku doortay soo ma tihid wa anzala alayka tawrat tawrat ilaahi ku soo dajiyay soo adiga ma tihid qaala nabi muusa wuxuu yiri naam qaala markaas wuxuu yiri nabi ilaahi aadam fawajadtahu dambigan aniga aan galay oo jannada dhexdeeda la iga soo saaray sababtiisa ma heshay كتب حال دنبي قال قري علي الدش إذا لقو قري قبل أن يخلقني أنتو سن إلهي أبورن وحلا يقدري سماه دنبيه قال مركز وحير فوجدته مركز ليه يعني وتورد إلى تورد وقو قرة وحيلها صورنا تاريخ ذي أنبياء ودنبا أي تورد لقو قري قال مركز وحير نبي الله موسى نعم واهل الدنبي قال صورك لقو قدري نبي الله آدم رسولك صلى الله عليه وسلم مركز وحير فحج آدم نبي الله آدم وكح جبدي موسى نبي الله موسى وكح جبدي لذلك كان هؤلاء يقول قدرير واحد يقول أدين يسو وقضاء مقادير إلهي قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب هذا مثل باب قال تعالى جل جلاله إلهي وحير ولقد وحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى قال جل جلاله إلهي وحير ولقد حقيق وحينا إلى موسى نبي الله موسى وحنو وحيوني أن أسر بعبادي addoomada ida dheelmi fadri lahum addoomada u yeel dariiqan wado fil bahri badda dhexdeeda wado uga yeel dariiqaas oo yabasan engegan oo qalalano biyaha lidinka celinayo la takhafu hal aadan ka baqaynin darakan halal inuu fir'aawn ku soo qabto kama baqaysid wala taqsha kama baqaysid faatimaan waxa daba galay oo raaci fir'aawn bi junudihi ma'a junudihi ciidamadiisi ayuu la daba galo la raaci faqashiyahum fir'aawn ciidamadiisi waxa daboolay min al-yami badda xageeda waxa ka daboolay ma qashiyahum wixii daboolay wa min baabi tafkhim تفخيم الشيء أنه لما فافاهين اللي جمع هذا الكروي دواتي دي سوقرتي ما هذا نوع حلال تفخيم يو ما غشية محي الدبولات دبولي فرعون قومه وأضل فرعون وأضل فرعون فرعون وحو بادية وأولو مية قومه قوم كيسي وما هدا قوم كيسي فرعون وضى الصحة وهنوسا كما أوسا هنونو قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا يعقوب بن إبراهيم والدورقي قال حدثنا روح روح بن عبادة البصري قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو بشر وجعفر بن أبي وحشيه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال لما قدم رسول الله المدينة رسولك صلى الله عليه وسلم قال المدينة مركو سوغل والحال اليهود يهودي تصوم أي صومنتها يوم عاشوراء فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم يهودي يسأل محادلة صومنتهن فقالوا حنا هذا كان اليوم يوم كيو الذي يوم كاس ظهر فيه يوم كنحس وقوليستي موسى نبي الله موسى على فرعون وكقوليستيو ما أنت ومالين تاريخيو ما أنت نبي موسى وفرعون كقوليستيو فقال النبي صلى الله عليه وسلم حبيري نحن أولى بموسى منهم فصوموه نبي الله موسى أنك أغهبونا شبدا يهود فصوموه يوم العاشوراء صوم ويري نبي صلى الله عليه وسلم حديث كما ركو حكوك يعني إمام البخاري تاريخ يوم العاشوراء سابت الله سوما يؤني تهي ما أنت نبي الله موسى إلهي قوش سي فرعون إلهي على قيم وحلو سوما تاسني تهي قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى اليم مركوف سري البحر فغشيهم من اليم ذي هدى صمر نيو قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب قوله تعالى هذا مذكر باب قوله تعالى قولك إلهي باب جل جلاله إلهي وري فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى قال تعالى جل جلاله إلهي وري فلا يخرجنكما شيطان يوسا إذن كسار حوئي آدم من الجنة الجنة يوسا إذن كسار فتشقى أيان درست مركز جنة هدات كبحث النبي الله آدم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا غتيبة بن سعيد بن جبل البغلاني قال حدثنا أيوب بن النجار وقاضي اليمامة قال لي قلت لك يمامة عن يحيى بن أبي كثير هو اليمامي البصري وشيخ يمامي البصري عن أبي سلمة عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم وبارك عليه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج موسى آدم
نبي موسى وحول له حجي تمي النبي آدم نبي آدم له حجي تمي فقال له فقال نبي الله موسى له نبي الله آدم حكوير أنت هذا الذي كيم سومته أخرجتنا صدتك كسو صار من الجنة بذنبك بسبب ذنبك وأشقيتهم ذاتك أنا أيان درسية وأيان درد الصواب وقلنا قضي قال الرسول صلى الله عليه وسلم حكوير قال آدم نبي الله آدم حكوير يا موسى موسى أنت الذي هذا كيم سومته استفاك الله برسالتي وبكلامه إلهي ودرتي رسالتي هي كلام كيسي أتلومني موحد يقول آذيني على أمر 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 كاسو كتبه الله علي إلهي ودش إذا كقري قبل أن يخلقني أنتو سن إلهي أبو رنكار أو قدره أمر كاس علي الدش إلهي وكقدري قبل أن يخلقني أنتو سن أبو رنكار قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فحج آدم حك حج بدي موسى سورة الأنبياء